كلنا بنعرف ليلى انه الفن التشكيلي هو عالم واسع من الفنون، واليوم هيك حبينا نخص بصباحنا فن النحت. قد ايه نحن بيلفتنا اجسام وتشكيلات من فنانين نحاتين بتكون ملفته للنظر، بتوقفي قدامها بتسحرك وتحاولي هيك تفكي تفاصيل هي المنحوته. رح نتعرف على هذا العالم، عالم الفنون التشكيليه بفن النحت، اكيد من خلال ضيفنا لليوم وايضا هو ابن طرطوس الفنان التشكيلي علي رجب حسين. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. صباح الخير، اهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. بدايه احكي لنا عن هذا الفن وايمت بديت فيه. هلا انا بالنسبه لي كتجربه شخصيه خاصه كانت هوايه، فينا نقول كانت منذ الصغر هي هوايه، وكانت هي الهوايه عباره عن هاجس اجباري وانه تلقائي يعني. وهي الموضوع هذا مشي معي من خلال ايام مدارس، معارض المدرسيه، بعدين بعد الدراسه الثانويه قدمت على كليه الفنون الجميله، وبعد القبول بخلال دراستي انا اختصيت بهذا الاختصاص النحت، اللي انا بشوف انه كان هو اكثر شيء يمثل الهواجس اللي قلنا عنها، وهي الشغلات وكان ترجمه لرؤيتي الخاصه اللي انا بشوف من خلالها، الاقدر من خلالها وصل الرساله المطلوبه. فينا نقول كانت هوايه بعدين درست دراسه بدايه. طبعا الهوايه طبعا هلا هي لابد من وجود الهوايه. انا برايي الفن بالتحديد هو الشيء الوحيد الذي لا يكتسب مباشر يعني. صحيح. يكون شيء خلقان مع الشخص مغروس او مع ولادته، لكن يتطلب لاحقا البيئه المناسبه، الحاضنه المناسبه من خلال اما ايام مدرسه ممكن المدرسه او زائد الاهل، لابد من وجود هي الموضوع هذا. بعدين انا بشوف انه هذا الموضوع بيوصل الشخص لموضوع انه يتميز، بعدين لما من خلال دراسته الاكاديميه بياخذ الاسلوب مو بس صقل، بيفهم هذا العالم لانه هو بيكون بعالم الهوايه، عالم الهوايه بيكون عالم متشعب. يعني بيكون يرى كل شيء، كل ما يقدمه الانسان بيفكر انه كل شيء عم يقدمه هو حلو، فعلا هو حلو، لكن بيتم دراسه اكاديميه بتعطيك فكر وبتعطيك وعي للشيء اللي عم تنفذيه، وبيتم ضبط هذه الفوضى، انا بسميها الفوضى الحلوه، بدنا نقول بتكون في ضبط لهي العناصر اللي قدمها بشكل يومي لرسوماته ولمنحوتاته، وبصير واعي اكثر للاشياء اللي عم ينفذها. بصير يعد بالعشره، لما انا بدي اشتغل ساعتها بيكون في نحط الشخص على الدرب الصحي. استاذ علي خلينا نشوف المجسم اللي حضرتك. هلا انا من خلال طبعا هذا قيد الانهاء يتطلب العمل النحتي في مشقه بالموضوع. مشقه في مراحل. لليوم نحن نشوف هذا المجسم امامنا اكيد. نعم يعني نعم. هلا هي تقنيه الخشب. هلا شو هي بس هي عباره عن انوسه. تاخذ من خلال هي التلافيف اللي انا بعطيها تاخذ الطابع الشرقي. نعم. فانا اكثر ميال اني انا اثبت شرقيتي واثبت هويتي السوريه من خلال هي الملامح اللي انا تورثتها عن اختصار الزي، اختصار الهيئه العامه للانثى، مع احترام شديد للانثى، انا اللي بعتبرها بحترمها كثير باعمالي. طيب شو هي المواد اليوم مستخدمه بهي المنحوته وبجميع المنحوتات بشكل عام؟ يعني اليوم فن النحت، نحن اليوم عم نحكي عن فن اقدم من فن التصوير يعني. طبعا. واكيد المواد يعني بتطور العصر والتكنولوجيا يمكن دخلتوا شيء جديد على البيئه. المواد تمام. شو اهم المواد اليوم انت النحات بحاجتها لانشاء اي منحوته؟ هلا فيني لو كان نعقب شوي على انه اول شيء كان النحت او الرسم سابقا كان هو عباره عن وضع بصمات لذكرى المكان، لحاله المكان الموجود فيه الانسان. بنقول كان مكان لما كان هو كان لغه احيانا. نعم. كان لغه لما كان يجسد مثلا رسوماته على الحيطان، المغاور، على كذا، كان يجسد
ما هو موجود ببيئته، لكن ما كان يشعر انه هالشيء اللي عم يقدمه انه ممكن يكون هذا شو جماليته، شو هو، هل هو موضوع الجمال او موضوع انه فقط عباره عنه يترجم ترجمه مثل على مبدا اللغه انه ذكريات. الفن التشكيلي اخذ هي الماده وعمل هي الدراسه وعمل هي المفهوم العلمي لاسقاطات الانسان من خلال هالرسوم. هلا بدنا نقول كانت التقنيات بدائيه، فكان موضوع على العظم، على العظام، على الصخور، على الحجاره، على المواد الطينيه من خلال الاختام الطيني اللي كانت سابقا وهون قوه فن النحت انه هو قوته من خلال ديمومته اللي ينقل لك تاريخ الحضارات. هلا بدنا ندخل موضوع تقنيات فن النحت. تقنيات فن النحت هي المواد الخام اللي تستطيع انه يطوع الفنان من خلالها يقدم عمله الفني. هلا لكل تقنيه وكل خامه مشاكلها ومتاعبها وايضا جمالياتها من خلال الاشعاع المادي اللي يستطيع. مثل هذا المجسم اللي شايفينه خشب، في منحوتات على مواد. هلا هي خشب، يعني هي من خشب الزيتون. نعم. هلا الزيتون البيئة الساحلية موجود فيها زيتون، وطبعا الموضوع انه انا بشتغل على كتل اكبر. احيانا هون بقى موضوع انه الفنان الفكره وليده اللحظه، احيانا بتولد مع خامي بيشوفها بندياته فبيسقط عليها مباشره من خلال مخزون الفكره اللي الشيء اللي بده اياه. فلما انا تواصلت تعاطيت مع بانتاجي الفني اللي انا اخذت المراه كعنصر اساسي دائما باعمالي، لكن جسدت فيها باسلوب معين. نعم. هي الاسلوب انا المفروض انه انا اشتغل عليه يمشي معي حتى اكد انه هويتي انا كفنان، انه هذا العمل لو ما حطيت عليه اسمي كفنان المفروض يعرفوا العمل لمين. كان لك مشاركات بالمعارض؟ طبعا انا مشارك من معظم معارض اللي تقيمها وزاره الثقافه، المعرض السنوي ومعارض المحافظة ومحافظات أخرى، ومشارك في ملتقيات نحتية على مستوى المحافظة بدءا من طرطوس إلى حلب إلى لاذقية إلى، يعني الحمد لله هو هون بقى مسيرة الشخص المفروض يكون عنده هي الشيء اللي يثبت وجوده كفنان، لأنه هي الفن أنا بعتبره مسؤولية. صحيح. طبعا عمل فن النحت عبر العصور مستمر، شو اكثر عمل نحتي اثر فيك حبيته؟ يمكن الفنان بيحب اي شيء بيشتغله، يعني بكل منحوته كان كنت عم تحط بصمه، كان في احساس عم تنقله خلال عملك. هو هون سر العمل، سر قيمه العمل. صحيح، المفروض هي انا اكثر شيء بياثر فيه هو ابدا نحدد شيء محدد. طبعا في الاعمال الكلاسيكيه القديمه اللي موجوده، في الاعمال الواقعيه انا اسد في اكثر الاعمال اللي بتلامس الحاله التعبيريه للانسان، الحاله التعبيريه. ما شرط انا يجذبني مثلا انا كشخص، مثلا ما شرط يجذبني تمثال موسى اللي نفذه ميكل انجلو، بجوز يجذبني عمل بسيط من شخص بسيط لكن جسد في حالة تعبيرية موجودة فيها الشيء المطلوب من العمل. هو بالنهاية إيصال حالة إبداعية، اليوم أي حدا فينا يقدر يحس بهذا الإبداع، يعني الفنان هو بشكل عام، يعني إن كان بالنحت إن كان في الفنون التشكيلية بيعتمد على إحساسه وعلى إبداعه بإيصال احساسه من خلال عمله. اليوم بمجال عملك اكيد في معوقات، في مشاكل، اليوم بحاجه انت لبعض التسهيلات، اكيد اليوم الوضع المادي كمان يعني اخذ حيز كبير من معوقات اي عمل. طبعاً. فاليوم شو اهم المشكلات لكل الفنانين النحاتين؟ المشكله الاساسيه هلا في مشكله عامه وفي مشكله خاصه، مشاكل عامه ومشاكل خاصه. هلا من المشاكل العامه مثلا ممكن حاليا انفرض عليك وجود الاله الكهربائيه اللي بتساعدك باخراج العمل، بتختصر لك وقت،
حاليا احيانا بعض المشاكل، بعدين احيانا التيار الكهربائي مثلا وجوده ضروري، مو كل الناس احيانا عندها هالحال الاقتصادي فيها تجيب المولدات وتجيب كذا، لكن ما بيمنع هون، بس لكن هذا مو حجه عند الفنان اللي بده يشتغل. ولكن هو اليوم تاخير باي عمل يعني؟ يعني شوي، بدل ما يتم اخراج العمل باسبوع ممكن بدي انا نبذه وازميله مطرقه ممكن ياخذ شهر، ممكن ياخذ، يعني الماده الاله الكهربائيه تختصر الزمن. صحيح. المشاكل احيانا وجود الماده، مواد الاوليه، وجود الماده الاوليه، وجود المادة الأولية. هلا مثلا أنا بجوز ابن بيئة ساحلية، ابن بيئة ريفية، حتى بتلاقي مواد، بلاقي مواد مثلا أنا أقدر أعرف موسم قطع الشجر أمتى، في شيء أخبي بعض الجذوع اللي بتناسب عملي، بحس أنه لاحقا أشتغل. زائد عندك مثلا أنا بتقنيات، لو عدينا في عندك الحجار أيضا، في أشياء واحد بده يكون يعرف يكون بما ضمن مشغله، الحجر الخام الى اخره، بعض الاشياء بده يتم شراءها. هلا مثلا ممكن يكون بده يشتري المعادن، كان بده يشتري مواد الحام، مواد الكهرباء، هي بعض الامور هي. لذلك بعض الفنانين هون بقى النحاتين المفروض يلاقوا مهرب نظامي. ولكن اليوم اي فنان لموضوع كمان اليوم الوضع المادي جدا مهم. اليوم هي هذا الفن، يعني اذا بدنا نقول ماديا، هل هو عم يكتفي الفنان بفن ناحيه ماديا من هذا العمل؟ انا من رئيس الخاصه لما يكون الفنان حقيقي بانتاجه حقيقي، باعماله تحمل القيم المطلوبه، له رواج لاعماله الفنيه، ممكن يعيش من عمله. لكن هون بقى الظروف، المجتمع، ظروف المجتمع اللي تتطلب اولويات، تطلب اولويات. يعني هلا انا مثلا بشوف واحد عنده هي الثقافه وعنده هي المال وعنده هي كذا، ما احيانا ما بالضروره عنده اولويه يتم يكون في عنده عمل فني ببيته. صحيح. ليش؟ بجوز ما يعرف شو القيمه الموجوده فيه. لا، هذا الموضوع يتطلب ثقافه مجتمع. بدنا نشكر وجودك معنا. بدنا نشكر وجودك معنا لضيق الوقت الفنان علي رجب بن طرطوس، ونتمنى لك التألق والنجاح الدائم بهي المهنه. اما هلا رشا، لوين رح نروح؟ اكيد بدنا نشكر وجودك لليوم، ونتمنى لك التوفيق، ونشوف هيك اسم. نحن دائما بنفتخر بالفنانين التشكيليين النحاتين، كل اسم سوري اليوم هو فخر لنا باي مجال. شكرا لك، واكيد بالتوفيق. اكيد نحن كلكم جميعا، واهلا وسهلا فيكم.